احنا المفروض يعني نعمل ايه دلوقتي؟ بتشتغلوا ازاي؟ هتعملوا ايه؟ الحاجات الادويه اتسحبت، التشغيلات دي اتسحبت، ولا ايه اللي بيحصل دلوقتي يا دكتور؟ تمام. طبعا رد فعل وزاره الصحه المصريه، انا حابب اشكر عليه الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه واداره الصيدله، لانه باول ما بلغ اداره الصيدله المشكله طلع المنشور بارقام تشغيلات محدده. يعني مره ثانيه، تشغيلات يعني الانتاجيه، محدده اللي خرجت يعني. طلع، وكان البدايه زي ما قلنا في حاجه اسمها، الدكتور جمال كان ذكر حاجه اسمها قسم الفارماكو فيجنانس. ايه هو الفارماكو فيجنانس؟ اليقظه الدوائيه. ان هناك العالم كله ومصر مربوطه بالعالم كله، عينيهم على الدواء بعد ما بينزل السوق. لو في اي مشكله حصلت بيتم ابلاغها من الدوله اللي حصل فيها الى الهيئه العالميه. فمصر بتتابع، ولما لقت القصه دي بدات تاخد رد فعل سريع. وزي ما الدكتور جمال اكد ان امريكا نفسها، هيئه الصحه العالميه الامريكيه نفسها، بدات يوم 13، حضرتك قلت سي ان ان يوم 6 اتكلمت. أيوة. هي ما لم تحذر، يعني من 6 ل 13 كان متداول الدواء جوه امريكا. احنا يوم 11 في مصر اخذنا رد فعل اسرع، وده يوريك ان هناك اهتمام بالبتاع. المورد الصيني فهو مورد بيورد ل 80% من العالم، منهم اوروبا وامريكا وكندا. وبالتالي علشان يورد لاوروبا وامريكا وكندا بيحصل تفتيش دوري عليه، وهناك نوع من الشفافيه والمصداقيه في الانتاج. لما يلاقي مشكله لابد ان هو يعلن، فهو اعلن، وبناء عليه انجلترا وفرنسا وبلغاريا تم سحب الكلام ده منها. احنا في مصر بادئين نسحب، وبدات الاداره تنزل المنشور بالارقام تشغيلات محدده. طب هل الماده دي بيتم انتاجها من مورد خام تاني؟ في من الهند، ففي من الصين وفي من الهند. ففي شركات كانت بتجيب الماده الخام من الهند، دي ما فيش فيها اي مشكله لان نفس طريقه التصنيع سليمه وما فيش فيها مشكله، ودي بتمثل نسبه كبيره جوه السوق المصري، ان الشركات المصريه كانت بتجيب منها. حضرتك عندك في حدود بنتكلم 20 شركه مصريه بتنتج هذا الملف متوسط. كام المنشور نزل بكام؟ نزل بستة، ست شركات. وحتى الشركات نفسها المنتجة في جزء منها بيجي من الهند وفي جزء منها بيجي من الصين. هي مش المفروض انها شركة واحدة؟ الشركة ايه؟ اللي هي نوفارتس؟ لا 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 لا، دي هي نوفارتس وفي شركات مصرية بتنتج. يعني في كذا شركة بتنتجهم من نفس المادة الخام اللي جاية من الصين؟ من نفس نوفارتس ليها في كندا بتاخد من الصين. أيوه. من نفس المصنع اللي انا بجيب منه هنا. انما في هنا في مصر بتجيب من مصادر ثانيه. الفالسرتان ده اسم علمي. علمي. في من قرار في وزاره الصحه المصريه ان ممكن الشركات المصريه تصنع 11 مثيل للانيفيتور، للدواء الاصلي بتاع نوفارتس. ففي نوفارتس زائد 11 11 نوع ثاني. الشركات الوطنيه هنا بتصنع بتاع. حضرتك لو بصيتي حجم السوق تقريبا بيتباع من الماده دي في مصر في حدود ال 10 مليون من الماده دي. يعني الفازرتان بتخش في اكتر من دواء اجماليهم 10 من حوالي. يعني حضرتك بتكلمي الشركه الاجنبيه المالتي ناشونال واخده من السوق حوالي 40%، حوالي 4 مليون. الباقي شركات مصريه. الستة شركات من ضمن ال 11 شركة اللي بينتجوا أو ال 20 شركة اللي بينتجوا هم اللي عليهم كان التحذير. ومن الست شركات حضرتك هناك شركة وحيدة هي اللي بتتعامل مع المورد الصيني بس، وفي وزارة الصحة نزلت منشور بسحب جميع التشغيلات بتاعته من السوق وإيقافها. وزارة الصحة أول رد فعل ليها بتعمل إيه؟ بتنزل على المصانع، تروح جايه محرزه المواد الخام. بس المنشور اكتر من شركه. ما هو انا بقول لحضرتك شركه واحده جميع التشغيلات. ست شركات. انا بقول لحضرتك ست شركه منهم جميع التشغيلات، والشركات الثانيه بعض التشغيلات. بعض التشغيلات.